بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد عدنا من جديد، أهلا وسهلا يا أطفال. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا في صحة جيدة وبأحسن حال. والآن احضروا الدفتر والقلم، أنا بالانتظار. هيا معا يا أطفال نسترجع حروف الهجاء. كم عدد حروف الهجاء؟ 28 حرفا، أحسنتم. حروف الهجاء ما يلي: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، ثاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. هيا معا نحاول مرة أخرى. حروف الهجاء: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، ثاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. محاولة جيدة. ضيفنا اليوم هو حرف الزاي، وهو الحرف 11 من حروف الهجاء، فهيا معا نتعرف على قصة الحرف زاي. ذهبت زينة إلى محل الزهور. اشترت زينة باقة زهور جميلة. أهدت زينة الزهور إلى والدتها: زهرة حمراء، وزهرة صفراء، زهرة زرقاء. هيا معا نستمع إلى القصة مرة أخرى. ذهبت زينة إلى محل الزهور. اشترت زينة باقة زهور جميلة. أهدت زينة الزهور إلى والدتها: زهرة حمراء، وزهرة صفراء، زهرة زرقاء. بعدما استمعنا إلى قصة الحرف زاي، هيا معا نحاول الإجابة عن بعض الأسئلة. إلى أين ذهبت زينة؟ ذهبت زينة إلى محل الزهور، أحسنتم. ماذا اشترت زينة؟ اشترت زينة باقة زهور جميلة. إلى من أهدت زينة الزهور؟ أهدت زينة الزهور إلى والدتها. ما ألوان الزهور التي أهدتها زينة إلى والدتها؟ زهرة حمراء، وأيضا زهرة صفراء، وأيضا زهرة زرقاء. محاولة جيدة. والآن هيا معا نستخرج الكلمات التي تشتمل على حرف الزاي: زينة، الزهور، زهرة، زرقاء. هذه الكلمات تشتمل على حرف الزاي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. هيا معا نتعرف على حرف الزاي بالحركات: زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زهرة. هيا نحاول مرة أخرى: زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زهرة. محاولة جيدة. زاي ضم زو، زاي ضم زو، زاي ضم زو، زجاجة. هيا معا نحاول مرة أخرى: زاي ضم زو، زاي ضم زو، زاي ضم زو، زجاجة. زاي كسرى زي، زاي كسرى زي، زاي كسرى زي، زحام. هيا معا نحاول أيضا مرة أخرى: زاي كسرى زي، زاي كسرى زي، زاي كسرى زي، زحام. محاولة جيدة. والآن يا أطفالي هيا معا نحضر الدفتر والقلم لنتعلم الطريقة الصحيحة في كتابة الحرف زاي.
يكتب الحرف زاي بهذه الطريقة، خط منحني وبالأعلى نقطة. هيا نحاول مرة أخرى، خط منحني وبالأعلى نقطة، محاولة جيدة. ويكتب حرف الزاي في أول الكلام منفصل بهذه الطريقة، خط منحني وبالأعلى نقطة. ويكتب حرف الزاي في وسط الكلام متصل بهذه الطريقة، يتصل بما قبله ثم يرسم الحرف كاملا وبالأعلى نقطة. ويكتب حرف الزاي في آخر الكلام متصل بهذه الطريقة، يتصل بما قبله ثم يرسم الحرف كاملا وبالأعلى نقطة. ويكتب حرف الزاي في آخر الكلام منفصل بهذه الطريقة، يرسم الحرف كاملا وبالأعلى نقطة. محاولة جيدة. والآن هيا معا نحاول الإجابة عن أوراق العمل. السؤال الأول، ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ زرافة. أحسنتم. أين يوجد حرف الزاي في كلمة زرافة؟ يوجد حرف الزاي في بداية الكلمة. ماذا تشاهد في الصورة الثانية؟ جزرة. أين يوجد حرف الزاي في كلمة جزرة؟ يوجد حرف الزاي في وسط الكلمة. محاولة جيدة. ماذا تشاهد في الصورة الثالثة؟ خبز. أين يوجد حرف الزاي في كلمة خبز؟ يوجد حرف الزاي في كلمة خبز في نهاية الكلمة. السؤال الثاني، ضع صح أمام الكلمة المماثلة. غزال، زهور، غزال. الكلمة المماثلة غزال. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. السؤال الثالث، اكتب اسم الصورة الدالة على الشكل. الصورة الأولى زرافة، الصورة الثانية جزرة. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. السؤال الرابع، حلل الكلمات التالية. حازم، زمزم. حازم، حاء، ألف، زاي، ميم. زمزم، زاي، ميم، زاي، ميم. السؤال الخامس، أمامك كلمات تشتمل على حرف الزاي في أول الكلام وفي وسط الكلام وفي آخر الكلام، فهيا معا نتعرف على الكلمات ونستخرج حرف الزاي في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. الكلمات زياد، زهير، حازم، مزرعة، خبز، تلفاز، رازان، زرافة، لوز. حرف الزاي في بداية الكلمة زياد، زهير، زرافة. حرف الزاي في وسط الكلمة حازم، مزرعة، رازان. حرف الزاي في آخر الكلمة لوز، خبز، تلفاز. بارك الله فيكم. الواجب، اكتب الكلمات التالية: زرافة، زهرة، واكتب سطر، واترك سطر. شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.